أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك قصة في أن موسى عليه السلام عندما كان صغيرا خير بين أخذ تمرة وجمرة، فالتقط الجمرة ووضعها في فمه. قال بعض أهل العلم إنها هي سبب العقدة التي في لسانه، وسمعت أحد طلبة العلم ينكر هذه القصة بأنه كيف يلتقط الطفل الجمرة مع شدة حرارتها فضلا عن التقامه لها. هذه من الإسرائيليات، هذه من الإسرائيليات. هو عليه الصلاة والسلام نعم كان في لسانه عقدة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما سبب هذه العقدة الله أعلم بها. نعم.